جواد نبط قال عمو الله ينعل على ابو تعمومه. انت هتقل قلبك ليه؟ ما تخليش اغلط فيك يا سعاده الباشا. انا ما اقصدش، انا يعني هو انا عشان خاطر عمو اشيل بلاويه؟ طب ايه راي سعادتك، انا ما عرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا، تركتني العم يقطع في لحم قربا قربا ويرمي للكلاب. هتضمن ولا لا؟ مش كفايه كنت تفرقعه بجيزه؟ يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت قاعد في بيتي مستني دليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان، ما ربنيش يا سعاده الباشا على الاخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ شيكس يعني نسوان متحركه، نسوان وصور عريانه يا سعاده الباشا. خلاني لما كبرت بقيت استجيب لرغباتي الدنيئه. ما يخرب بيتك يا باشا. بص لي انا مش راجل كبير قدامك اهو، انما عبيط واهبل. الوقت ده بقى كان بيجيب لي افلام الشيكس دي ويقول لي اتفرج يا عم دي افلام مصارعه، وانا بسلام اتنين اتفرج. ما عمرك حق لما كنت تقول لي مد عينك بالنسوان يا عم عشان تعرف ان انت متجوز غفير، فاكر؟ عسكري عسكري يا عسكري. قول لي الاثنين دول على الحجز. حجز مأمورة ايه؟ تهمة ايه يا سعادة الباشا؟ انا في دماغي. ايه يا نهار اسود، دي نصيبة تانية. ليه؟ تهمة قلب دماغ ظابط. يا خبر اسود، دي فيها اعدام اقل ما فيها. خلاص يا باشا حقك عليا، انا هضمنه وامر الله هضمنه يا باشا. ايه يا حاحة ده؟ انا لابس اتقطع صراحة بقى، ما تنزل بقى وكفاية عامل بنزين اللي حرقناه في السكة. اوو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 و
بقول لك ايه، انا مش قد خالتك في السكه اللي فوق دي، اطلع لها انت لوحدك. في نقطتين عايز اكلمك فيهم. اول نقطه، المكنه المعفنه دي ما سحبتش بنزين، انت جايبني زق. تاني نقطه، البت تفاحه راحت سيحت لي عند خالتي عشان تبوظ الجوازه، وقالت ان انا عايز الها في الشقه منها. حلو. وبعدين انا جايبك ايه؟ جايبك باجرتك، هتضرب اكل الجمبري وتضرب واحد ملك شيك. خناقات تانية هاها يا حمار. ملك شيك ده عصير تفاح على فراولة. الله ينعل عبو، دي صعوبية بقى عندك كده يا لاوي، دي مات مواعيد وتقول لي ملك شيك، بقول لك انا هروح بقى. يا حاح يا حاح، بدل البدله اللي احنا فيها دي اتجوز لك موسى من موسى الافراح احسن لك. يا دي الموسس بتوع الافراح دول نعرفهم نمشي معاهم، انما نتجوزهم لا. سامية دي حاجة تانية خالص، دي ما مشيتش مع راجل غيري. بس انا شفتها ماشية مع ابوها. يا ولا سامية دي حاجة تانية، دي بختم رباها فابريكا. طب تحب اجيب لك واحدة استعمال طبيب؟ يا اخي بقى يا اخي. زق زق، خلينا غير هدوم. يلا زق. بيب بيب. كفاية طلعت الكلاكسي يا حواحة. سامية سامية افتحها سامية، بدل ما سيحلك في المنطقة. تفاحة عايزة توقع بينا عشان تاخد الشقة. افتحها يا سامية قبل ما قطع شراييني. والموسى اهو. يا ريت، عشان دمك يتسافل يتصفى، ساعتها بس ممكن اسامحك. اشهدوا يا ناس، انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو. قلبي اوعية الدوامية. تلاوي اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب. يعني ايه؟ يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي. معلش يا حبيبي. معلش معلش، قوم قوم يا حبيبي. انا مستاهلش انك تموت كافر علشاني. صلصه صلصه. يا سافل، انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده. مكرونه؟ شفتي شفت، انا بعمل كل ده عشانك وحياة النعمة، وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايبلك صلصة من غالية، كان ممكن اجيبلك كشطة من رخيص.